هما كبار الكلوب من هذا الكل؟ كبار الكلوب؟ اي ناورو ما يسميوهم برجال رجال النادي او كبار النادي او رجال النادي منقسمين عمرهم ما توحدوا عمرهم ما توحدوا. هاش كنت لفت بعد أزمة كما قلت لك عجز العتروس على المواصلة وبعد خروج سليم الرياحي ما قال باش ترجع لولادها شفت التسيريه سبعة أشهر السبعة أشهر إيزون بيان جيري لو كوتيديان. هما الخطايا هذه شكون اللي ما نظر لهاش يقول لك مش دوري أنا إنسان هيئة انتقالية تصريف أعمال هزيت كوب دو تينوزي ضد ليتوال ان كارت دو فينال كوب دافريك دو لاكاف اموري واضحه اشياء اخرى دوسيات لا علم لي بها والحقيقه هنا مسؤوليه كبيره ياسر انا هزيت كوبك اهو اللي كان باش ياخذ شهريتين ويفسق عقده واللي كان باش تربحوا الكلوب كيما توزكار كان مطلوب ولا طالب كرول كان مرهون في شهريتين ولا طالب مليار ونص وخذاهم شيء غريب هذا اين كبار النادي من كل هذه الارقام راهي مفزعه راهي ما هي مضروبة في مياه ال 20 مليار وكلموهم الكل ما لقاوش 3 مليارات كديون حقيقية في وقت من الأوقات كنت باش تدخل النادي الإفريقي لدائرة الإعلام قالوا لي شنو صار وقت؟ والله هي كلام مس نتاع جس نبض ما بشرتش ديما يصيروا حاجات وبعض يصيروا حاجات في الكواليس يخلوك يبعدوك الله أعلم الله اعلم قد يكون تصريحاتك عملت لك مشاكل مثلا من نوع الافريقي بقره حلوب انت تعمل لي مشاكل مع من يتمعش من هذه البقره الحلوب ما لمكش عليها شويه لموني اللي فعلا يتمعشوا من البقره الحلوب هذه معناتها تعتبر فعلا الافريقي بقره حلوب تماما وما نرجعش في مش قويه كلها ما تحسش فيها اهانه شويه الهرم هذا بقره حلوب تضر في الجاه تضر في النجاح السياسي الضر في نجاح الاعمال خلينا نعرف ناس انا راهو النادي الكل في الستين سنه كيفي معناها يعرفوا الكلوب من السبعينات كي نعرف الكلوب من السبعينات نعرف شكون جاء كما قال مسؤولين في احد البلاتوات جاء على ساقيه خرج في بام عادي دونك ما نعرفش شكون انتفع من النادي الافريقي يسمي خالد واقولها عاليا سمي خالد العباد ثلاثي المرحوم الوحيد الذي نفع ولم ينتفع عزوز لسرم فريد مختار رضا العزابي الباقي الكل خذوهم من الافريقي انتفعوا اعطاو فيهم اللي اعطاه لكن خذا زاد اما هذوما اللي اعطاو ما خذاوش رؤساء الكل دون استفتاء كل خذاو حاجات مش من حقهم اللي ما خذاش الفلوس خذا الجاه خذا الرقي الاجتماعي لكن انت خذا المنزل كي تقول بقره حلوب تحكي على الفلوس مش من حقهم على سرقه كريمو معناتها البقره تعطي الحليب لكن تعطي الزبده زاد وتعطي اللحم اش معناها؟ ها قلت لك مش بشرط هي تكون الامر متعلق بالمال. كما قلت لك سليم الرياحي كيفاش طلع في المجال السياسي؟ مش بالنادي الافريقي؟ اليست بقره؟